السلام عليكم شميساس، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. درت لكم مدفأة، زعما الجو دافئ بحال نسخنوا في هذا البرد. عندكم شي شواس؟ عندكم شي برد؟ كنتمناكم ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم المشتريات من بريمور ومن بيرفوميريا ديال ميركادونا. سبحان الله، راه القلب على القلب. هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام كنت درت لايف انستغرام، وبزاف ديال البنات سولوني على بزاف ديال لي برودوي اللي انا ديجا كنت موجداهم ليكم باش غنشاركهم معاكم في شي فيديو. عندي كريمات، عندي سيرومات، كاين مكياج، كاين مقشر. المهم هذا الفيديو زوين، فيه كاع هذاك الشيء اللي كيعجبنا كاملين. البنات اللي دخلوا جداد في القناه، انا البشره ديالي دهنيه الى مختلطه، يعني غالبا في الصيف كتكون دهنيه، بعد المرات من كيكون الحال بارد كتولي شويه غدا اكثر المختلطه. غنبداو بالبريمور. اول حاجه خديتها البنات وهي هاد ليكرون. هذا راني ديجا كنت بارطاجيته معكم في الصيف، هذا هو اللي كنستعمل فيه، المكونات ديالو زوينين. انا دائما في الكريمات عامه في اي برودوي كناخدو كنحاول انه المكونات ديالو يكونوا زوينين، ما يكونش فيه مكونات لي اغريسيف لا على الجلده ولا على الجسم ديالنا. هذا صراحه المكونات ديالو اون جينيرال زوينه، حسن بزاف، حسن من بزاف ديال الكريمات ديال الشمس اللي كنلقاوها كتباع في الاسواق، وكيصلح للعائله كامله، كيصلح لي بيبي، كيصلح لوليدات الصغار، كيصلح الناس الكبار، كيصلح حتى الناس اللي البشره ديالهم حساسه. صراحه انا جا ليا مع الوجه ديالي، دوزت به الصيف كامل وتقضى ليا وعاودت خديته مره اخرى. الحاجه الوحيده اللي لاحظت انهم زادوا ليه في الثمن، سيغ زادوا ليه في الثمن. المهم انا البنات هذا هو الثمن باش خديته. نتوما قارنوا الاثمنه، يعني من بلاصه لبلاصه، الا لقيتو في شي بلاصه مرخص خليوها ليا في لي كومونتير. فوالا، خديت البنات هذا، خديت واحد الكريم اخرى، كريم ديال النهار اونتي اج. لا تنشوفوا هذا ديال النهار، ديال نهار البنات، وهو هذا فيه واقي الشمس 15. هذا خديتها حيت المكونات ديالها حتى هي زوينين والثمن ديالها كان مناسب. هاد الكريمه هذه كتصلح للبشره اللي شويه ناشفه، حيت لقيتها فاش خديتها كانت البشره ديالي في شي بلايص هكا شويه ناشفه، وبغيت شي حاجه اللي ترطب ليا وجهي مزيان. باقيه البنات حتى نزيد نجربها اكثر ونعطيكم الراي ديالي فيها. واحد جوج ديال المكونات اول مره الصراحه غنجربهم، وهو هذا السيروم. هذا هاد الماركه هذه كتعجبني، ديجا كنت جربت من عندهم شامبوانات، كنت جربت من عندهم ماسكات ديال الشعر. كتميز انها كتحاول في التركيبه ديال المكونات ديالها ما يكونوش شي مكون اللي ماشي صحي، عندهم مكونات زوينين. هذه الا مشيتوا للبريمور غتلقاوها البنات في الجهه ديال لي برودوي اللي كيكونوا ناتوريل طبيعيين. خديت هذا السيروم، هذا دايرين على انه فيه لا فيتامين سي، ودايرين على انه كيرطب البشره. المهم انا يلاه بديت كنستعملو البنات، هذه واحد جوج ديال الاسابيع تقريبا استهلكت منه الربع. خليوني نكمل القريعه ونعطيكم الراي ديالي فيه. وخديت معاه هاد الكريمه هذه ديال المنطقه حول العينين، حتى هي سولتوني بزاف في اللايف جيها نعطينا كريمات المنطقه حول العينين. هذه البنات حتى هي فيها لا فيتامين سي، ودايرين فيها لا فيتامين ا، لا فيتامين او، وفيها الكافيين. هذه كتصلح للترطيب، كترطب هذه المنطقه حول العينين، كتصلح حتى للتفتيح مع الاستعمال بطبيعه الحال المتكرر، ما غتعطيكش نتيجه من نهار لاخر دون دي اوترو. انا خديتها راكم عارفين دابا مع الصهير ومع قله النعاس ومع لا فاتيك، فبداو كيخرجوا ليا لي سيغن. فهذه فيها لا فيتامين سي، لا فيتامين سي مضاده الاكسده، كتفتح، ودايرين حتى الكافيين. بالنسبه للناس اللي عندهم هاد البلاصه كتكون منفوخه بحال اللي عندهم شي كيس هكا عامر، ننصحهم انهم يديروها في الثلاجه حتى تبرد ويديروها في هاد البلاصه هذه. بالنسبه للترطيب صراحه كترطب زوينه، عجبتني من ناحيه ديال الترطيب. من ناحيه ديال التفتيح، واش كتفتح واش ما كتفتحش البشره، الله اعلم، حتى نعطيكم الراي ديالي في شي فيديو اخر. لانه هادو البنات يلاه شي جوج ديال الاسابيع، جوج اسابيع وشي حاجه فاش بديت كنستعملهم. الثمن ديالهم ما غاليش، غنخلي لكم الثمن راه غيبان لكم في الفيديو. ندوزو دابا المنتوجات ديال ذا اورديناري. سبحان الله، والله الا كتقراو ليا الافكار، سبحان الله المشتركين ديال القناه
اللي مشاركين مع شي قناه كيكونوا كيشبهوا صاحب او صاحبه هذاك القناه. وسبحان الله يعني كاع الاسئله اللي سولتوني ديجا انا موجدهم لكم. كانوا البنات في اللايف سولوني على ذا اورديناري، المنتجات ديال ذا اورديناري انا ديجا البنات جربتهم هذه واحد 3 سنين هكاك، وكنت ديجا درت لكم فيديو مفصل خصيصا على المنتوجات ديال ذا اورديناري. بالنسبه للبنات اللي يلا دخلوا جداد او ما شافوش غنخليه لكم في صندوق الوصف الا بغيتوا تعرفوا يعني شي برودوي واش زوين ولا زوينش. المهم انا هضرت لكم عليهم على حساب وجهه النظر ديالي انا واشنو داروا لي في البشره ديالي. بطبيعه الحال كيبقى كل واحد والبشره ديالو. كنت جربت الاسيد غليكوليك، كنت جربت الريتينول، كنت جربت الاسيد هيالورونيكول، المهم كنت جربت بزاف ديال المنتجات من عندهم وقلت لكم شنو هما لي برودويات اللي عجبوني واللي غنعاودهم وشنو هما البرودويات اللي انا ما والموش ليا البشره ديالي. المهم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وصراحه كتعجبني هاد الماركه هادي، كنبقى وكنعاود ناخذ من عندهم برودويات. هاد المره البنات اشنو خديت؟ خديت هاد المقشر، هذا اللي ديجا كنت خديته شحال هذا. بالنسبه للتركيبه ديالو المكونات ديالو زوينين. هذا مقشر بيلينغ شيميك للوجه، مصايب بالاحماض ديال الفواكه، فيه حتى الاسيد غليكوليك، فيه الاسيد لاكتيك، فيه الاسيد تارتاريك، وفيه الاسيد سيتريك ديال الفواكه. المهم هو البنات اللون ديالو كيجي حمر. حتى شي فيديو ان شاء الله ندير شي روتين هكا ديال العنايه بالبشره ونشاركو معاكم. كيجي اللون ديالو اللون ديال الدم، اللون كيخلع بحال هكا. هذا المقشر هذا ما كيصلحش لجميع انواع البشره، اللي البشره ديالها حساسه ما تضرش به نهائيا، اللي البشره ديالها واخا ماشي حساسه ولكن كتهيج من اي حاجه من الاقل منها هي حاجه ما تضرش به نهائيا. وحتى اللي البشره ديالها عاديه قبل ما تجربوه على البشره ديالكم جربيه في شي بلاصه مور الودنين ولا في العنق ولا في اليد حتى تشوفي الا ما دارش لك شي رياكسيون مع البشره ديالك عاد استعمليه، لانه هذا كله احماض دونك شويه مجهد على البشره، ماشي اي بشره كتقبلو. انا صراحه كيجي ليا مع الوجه ديالي بزاف، كنديرو 10 ديال الدقائق، هذا ما تفوتوش فيه 10 دقائق. ديجا الشركه مدايره على انه طريقه الاستعمال ما تفوتوش 10 دقائق وتبعدوا على المنطقه حول العينين. انا كنديرو كنخليه 10 ديال الدقائق، كنحس بانه كيحيد ليا كاع الخلايا الميته اللي في البشره ديالي. عرفتوا راه كتولي ليا الحيمه بحال الحيمه ديال شي بابا، كيولي ليا البشره رطبه. ودايرين على انه كيعطي اضاءه للوجه، يعني كيدير لك داك كيصحصح لك الوجه ديالك. انا الصراحه كنغسل الوجه ديالي كنحس بواحد الرطوبه، هذيك الاضاءه ما كنلاحظهاش حتى النهار اللي من موراه، من كنعس كنفيق كنشوف وجهي عاد فريمون كنشوف وجهي كنلقى وجهي ضاوي كيف ما كنقولوا حنايا الوجه مضوي. كيعجبني بزاف كنستعملوه وكنخليه كيدوز واحد الوقيته وكنرجع نستعملو. وبالنسبه للثمن ديالو البنات هو هذا 8 أورو 30. برودوي اخر اللي خديته وصراحه اول مره غنستعملو اول مره غنشريه وهو نياسيناميد 10% زائد زنك 1%. هذا البرودوي لا يش كيصلح لاي نوع ديال البشره اللي كيكونوا فيها المسامات واسعه، كيكونوا فيها الحبوب، مشاكل ديال الحبوب هكا كتكون حب شباب او المشكل ديال الحبوب، او كيكونوا فيها ليتراس كيكونوا فيها اثر ديال الحبوب او هذوك ليتراس اللي كيكونوا كيخرجوا بالشمس. هذه كتصلح لهاد الانواع ديال المشاكل ديال البشره، ما كيصلحوش للتجاعيد. التجاعيد كاينين دي برودوي اخر، انا اول مره الصراحه غنستعملو وكيصلح البنات حتى للترطيب. معروفه نياسيناميد كتصلح كمرطب للبشره وهذا كيصلح لجميع انواع البشره. يلا بديت كنستعملو، ماشي بزاف باش بديت كنستعملو. اللي نقدر نقول لكم حاليا هو انه عجبني بزاف 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 بزاف. كنديرو في الليل ما كنديرش بالنهار، كنديرو في الليل قبل ما ننعس. من كنفيق في الصباح كنلقى البشره ديالي رطبه. عفتوا البنات وضاويه، فيها واحد النضاره ما تصوروش، عجبني انا بزاف بزاف. علاش خديته؟ انا خديته على لي تراس، ما عنديش الحبوب في الوجه ديالي ولكن عندي دي تراس هكا في الجهه ديال الحنك، عندي دي تراس هكا مره كيخرجوا ليا.
وهذا كيحيد كيصفي البشره. دونك كان عندي الاختيار يا اما نشري هذا يا اما نشري ديال لاغوش بوسي، حتى هو عندهم واحد السيروم تقريبا بحال هذا. ما بغيتش ناخذ لاغوش بوسي حيت الثمن ديالو غالي، يعني فرق كبير في الاسمنه ديال لاغوش بوسي، دار تقريبا واحد 40 الاورو، هما اصلا مقلدين دي اورديناري، غير لاغوش بوسي زايدين ليه مكونات اخرين. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو 6 اورو 80. قلت غنجربه هو الاول نشوف النتيجه اللي غيعطيني، عاد داك الساعه نشوف واش نستمر به اولا نشري ديال لاغوش بوسي. المهم حاليا انا البنات عجبني بزاف وتالي البشره ديالي، ولكن من بعد نقول لكم في شي فيديو واش حيد لي ليطاش او ما حيدو. ندوزو دابا المنتوج اخر من نفس لا مارك نيت، وهو هذا الكريم المرطب. هذه هذا الكريم المرطب علاش كتصلح؟ اولا كتصلح للترطيب، ثانيا كتثبت في البشره ديالنا اي تريتمون درناه قبل، الا درتو شي سيروم قبل كتثبتو على البشره، الا درتو اي تريتمون قبل هذه كتبقى اخر حاجه وهي الكريم المرطب. اي حاجه درتوها قبل كتجي هذه الكريمه هذه وكتثبتها، ماشي بحال بعض الكريمات بعض المرات كنديرو شي سيروم وكنديرو شي كريمه من الفوق كنبداو نحسو بحال البشره ديالنا موسخه، ما كتجيش مع هذيك الكريمه، ما كتندمجش مع هذاك السيروم، كدير لينا بحال الوسخ في البشره ديالنا. هذه لا صراحة كترطب لي الوجه ديالي بزاف. المكونات ديالها شوفوا هادو بثلاثة اللي وريتكم المكونات ديالهم زوينين، غير هو النياسيناميد وهاد الكريمة هادي فيهم الفينوكزيتانول. راكم عارفيني انا ما عنديش نهائيا مع هاد المكون، ما كنشريش نهائيا المنتوجات اللي فيها هاد المكون، ولكن هاد لي برودوي بجوج جاي هو اخر مكون ما قبل الاخر، يعني الكميه ديالو صغيره بزاف بزاف. سينو المكونات الاخرين ديالهم صراحه زوينين. كريم مرطب واعر 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 واعر، جاليه بزاف مع البشره ديالي. كنديرها بنهار، هذا تقدروا ديروه بنهار وبالليل، انا اغلبيه كنديرو بنهار، كندير كنغسل وجهي كندير السيروم من بعد كندير هاد الكريمه هادي. في الليل كندير زيت اللوز، كنفضل انه ندير زيت اللوز، ولكن راها كتصلح للنهار والليل. وهاد الكريمه البنات هادي بازيك، يعني الا كان وجهك فيهم تجاعيد محفوره وكنتي باغا شي حاجه اكثر للتجاعيد هادي ما تصلحش لك، هادي كتصلح للترطيب. وحتى الثمن ديالها ما غاليش، دايره 6 الاورو في بريمور بلايص اخرين ما عرفتش، كنظن انه نفس الثمن، وفيها 30 مليلتر. ما عرفتش واش عندهم الكبيره ولا لا، غنحاول اني نقلب الى عندهم الطمانيو الكبير. انا صراحه لقيت غير 30 مليلتر وزوينه بزاف، كنفضل انه الا تقضت ليا مره اخرى ناخذ الطمانيو الكبير. اخر حاجه خديتها من بريمور، ما يمكنش ما ناخذ شي حاجه ديال الماكياج، خديت هذا العكار هذا ديال ايسونس، صراحه الماكياج ديالهم زوين وفي المتناول. غنوريكم هاد اللويين ما عنديش عليها، خديته واحد الفيولي بارد ما عرفتش هنا واش بحال هكا، هذا هو اللوين ديالو البنات، هو اللي انا دايره دابا فهاد اللوك، ما عرفتش مع هذاك العافيه اللي من ورايا واش غيبان لكم مزيان ولا ما غيبانش لكم مزيان. المهم واحد اللون اللي بارد تقدروا تستعملوه يوميا، تقدروا تخرجوا به بالنهار ما كاينش مشكل. الرقم ديالو ادغامات، هو البنات اللون مات ولكن ماشي داك الماط اللي كيخلي لكم الفم ديالكم ناشف، بالعكس كتحسوا بالفويم ديالكم ايدغاطي. وما غاليش، ما عقلتش واش خديتو شي 3 اورو، شي 3 اورو 95 اولا 2 الاورو 95. قلت لكم الاضاءه باش يبان لكم اللون اكثر، حيت بعض المرات كنوريكم العكوره كيقولوا لي البنات جيها راه باباش مزيان، ايوا هذا جهدي عليكم. ها نتوما كنظن على انه دابا راه واضح. نسيت البنات ما قلت لكم واحد الحاجه بالنسبه للسيرومات ديال اورديناري او المقشرات، سورتو هادو اللي كيكونوا فيهم الاحماض، روش نخرجوا بهم في النهار. حنا علاش كنستعملوا هذا الشيء؟ باش ننقيو البشره ديالنا وتبقى فيها واحد النضاره وتصفى. الا مشينا خرجنا وكانت الشمس ولا شي حاجه راه يقدروا بالعكس يزيدوا عاد يخرجوا البقع. فدائما فاش تستعملوا لي برودوي بحال هكا غسلوا وجهكم في الصباح مزيان واقي الشمس عاد تخرج. ندوزو دابا المنتوجات ديال ميركادونا، حتى هو كاين ماكياج وكاين كريمات، غنداري لكم البنات بالكريمات. اول كريمه غنبارطاجي معكم هذه كريمه مرطبه كتصلح للجسم، صراحه انا البنات زوينه بزاف. هذه ثاني وحده غناخدها، فعلا 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 انها زايده في الثمن على الكريمات الاخرين.
هادي دايره شي جوج الاورو شي حاجه. انا صراحه فاشتها قلت او مالهم دايرين لها هاد الثمن، الاخرين دايرين شي اورو 30 هكا صراحه رخاصين. كتجي البنات دايره بحال هكا وكيجيو فيها واحد النقيطات في لورونج، هما ماشي حرشين، اون فوا كدوزوهم على البشره ديالك صافي كيدوبوا، الريحه ديالها واعره واعره، فكرتني في شي ريحه ديال شي خيل دي بانيو صراحه ما عقلتش عليه. المهم كديروها في اللحم ديالكم كتايد غاطي البنات مزيان. بالنسبه ليا انايا انا البشره ديالي عاديه ماشي شي بشره اللي جافه، كنخرج من الدوش كندهنها كيبقى اللحم ديالي ايد غاطي بزاف. وعلاش عجباتني علاش خديتها بهذيك الثمن؟ حيت المكونات ديالها زوينين ما عندها حتى شي علاقه بالكريمات الاخرين، درت عليهم كاملين. انا الصراحه شحال هذه كنت مبليه بزاف بالكريمه ديال الارقان حتى هي كانت كتعجبني، ولكن المكونات ديالها مش ولا بد، فيها واقيلا البي اش دي، فيها الفينوكسيتانول، فيها شي مكونات اخرين، فيها البارافيوم كاملين بعدا فيهم البارافيوم، هذا واحد المكون من البترول. انا وليت كنحاول مؤخرا انه ندير، راكم عارفيني نختار شي حاجه اللي تكون مناسبه في الثمن ويكون المكونات ديالها زوينين. هذه البنات هي الكريمه الوحيده منهم كاملين اللي المكونات ديالها كاملين 100% مزيانين، الاخرين فعلا انهم ارخص ثمن ولكن التركيبه ديالهم ما زويناش. هذه كترطب مزيان، فيها لا فيتامين او، فيها الاسيد هيالورونيك، دايرين فيها الزبده ديال الزبده الشيا، مصايبه بالزبده الشيا، وك واحد جوج ثلاثة أربعة كرابع مكون، يعني فيها واحد الكمية كبيرة من الزبدة ديال الشيا، فيها الجليسرين. مهم صراحة المكونات ديالها زوينين. إلا بغيتي تستعملي شي كريم مرطب للجسم ديالك، ما بغيتيش مثلا زيوت، بغيتي كريمة اللي ترطب لك الجسم ديالك وفي نفس الوقت يكون المكونات ديالها زوينين، هذه البنات زوينة. الثمن ديالها شي جوج أورو شي حاجة، فعلا زايدة واحد شوية على الاخرين، ولكن راه المكونات ديالها تاع علاقة بالكريمات الاخرين. أنا عجباتني بالنسبة ليا أنايا والماتني وكترطب من داكشي من داكشي من داكشي. المهم وكيبقى بطبيعه الحال كل واحد البشره ديالو. ثاني كريمه اللي كنشريها وكنعاود نشريها وكنعاود نشريها وديجا بارطاجيتها معكم في انستغرام، داك المره سولوني البنات بزاف على كريمه المنطقه حول العينين من ميركادونا، هي هذه البنات. ما بقاتش عندي الكرتونه ديالها، هذه دايره شي 4 اورو شي حاجه على ما اظن. ها انتم انتي اوكس صراحه كتهيدراتي مزيان 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 مزيان. الا بغيتي زعما شي كريمه هكا المنطقه حول العينين ما تخسريش فيها الفلوس بزاف فهي هذه كتهيدراتي مزيان. اي سينو انا دابا البنات حاليا كنستعمل هذه وكنستعمل هذه، هذه ما بقاش ليا فيها بزاف، وي سمحوا لي هذه ما بقاش ليا فيها بزاف وبغيت نبدل حيت هذه كتصلح غير للترطيب. هذه بما انهم دايرين للترطيب والتفتيح فحاليا كنستعمل هذه اللي فيها لا فيتامين سي. المهم هذه من بريمور، من بعد نعطيكم الراي ديالها، الراي ديالي واش فعلا كتفتح اولا ما كتفتحش. فوالا ندوزو دابا للماكياج من بيرفوماريا. خديت البنات جوج ديال الحوايج، خديت هذا القلم هذا ديال العينين، كنت كنستعمل ديال مايبلين، ديجا بارطاجيتو معكم شحال هادي وبزاف ديال البنات شراوه وبزاف ديال البنات عجبتهم به التكحيله، ولكن اخر مره ما عرفتش علاش ما بقيتش كنلقاه فخديت هذا ديال ميركادونا، حتى هو التكحيله به زوينه، هو اللي مكحله بها انا في هذا الفيديو. انا ما كنكحلش عيني بزاف من الداخل، ولكن في هذا الفيديو كحلت به غير باش تشوفوا التكحيله ديالو كيفاش دايره. ويلا ما تنساوش ديري لي واحد اللايك، واحد اللايك هذا جهدي عليكم. التكحيله ديالو البنات زوينه، كيكحل زوين وحتى الثمن ديالو مناسب. وهنا البنات كتجي فيه واحد لايسبونخا ديالو وكيجي فيه حتى المنجره، هذه البنات المنجره ديالو الا مشات لكم البونتا، هادو كاملين اللي كيكونوا فحال هكا الا تهرست لك البونتا ولا شي حاجه كتنجريه بهادي، هادي راها المنجره ديالو. المهم غير بالنسبه للبنات هكا اللي ما يكونوش عارفين، اما تبارك الله راه كلشي كيعرف هذا الشيء. وخديت البنات عكار، هادو جابوهم مؤخرا جداد، ولكن هادو راه ماشي جداد، هادو هما لا قام اللي كانت عندهم شحال هادي من العكوره اللي مفضلين عندي اللي دايرين ليهم 4 اورو 50، هاد العام حيدوهم كاملين
وبدلوا ليهم الشكل ديالهم، دابا ولات فيهم بحال هذيك ديال الهنده. الالوان جاوني صراحه فحال الالوان ديال شحال هادي. هذا البنات هو الماغون اللي كيعجبني دائما دائما، كل عام راني كناخذو هاد الالوان الترابيه صراحه كيعجبوني في الشتاء. بالنسبه لهادو الجداد هو 111 هو السبعه، الرقم السبعه ديال شحال هادي. دابا نجربوها البنات باش تشوفوا كيفاش كيجي. هادو مات، هما اللي كانوا عندهم شحال هادي كنظن على انهم بدلو ليهم لا فورمول، حيت الرقم سبعة اللي كان شحال هادي كان تقريبا غادي اكثر اللون ديال القرفه. هذا فحالو تماما، غير هو جاني شويه مغلوق على اللي كان عندي، ولكن تقريبا 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 نفس هذوك اللي كانوا كيبيعوا شحال هادي. وهذا ما كان شميسات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي مجربه اي حاجه من هاد المنتوجات اللي شاركتهم معاكم تعطي الراي ديالها في التعاليق، تكتب انا بشرتي جافه جا معايا، انا بشرتي جافه ما جاش معايا، كل وحده تحكي لينا التجربه ديالها وتعطي الراي ديالها اي برودوي من هاد البرودويات اللي شاركت معاكم. وما تنساوش ليا اللايكات ولي كومونتير زوينين ديالكم، وبارطاجيو البنات الفيديو باش هكا تشجعوني وتزيدوا تحفزوني انه ندير معاكم فيديوهات اخرين. هنا غنحبس معاكم الفيديو ديال اليوم، شكرا حيت بقيتم متبعين معايا الفيديو حتى الاخير. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.